بالأساس هذا اسمه الرباط. الرباط بالأساس حسب معلوماتي كان عبارة عن دكان عسكرية بسمى الثغور، هذا للدفاع عن المدينة بشكل أساسي فيما لو أجى عدو، وبستطيع بعثوا زي ما تقول رسائل لأهل المدينة هو للدفاع عنها فيما لو عدو حاول يختار. يعني لغة اللي هو بنقول نظام إنذار مبكر. لكن في بعد ما صار استقرار من أكثر من منطقة أخرى تحول دور الرباط من عسكري إلى مدني. هو الرباط المدني حسب معلوماتي هو رباط البصيري علاء الدين البصير، والرباط الثاني هو الرباط المنصوري بناه منصور قلاوون. هذا كان طبعا في العهد المملوكي الرباط الأباصير في سنة 1262 على ما أعتقد، وبينما الرباط المنصور 1282. بناء الرباط على البصير بعود إلى العهد المملوكي. بسموه الأمير على الدين أيدوغد البصير، هو كان نظر الحرمين، يعني مسؤول عن النظر عن حرم القدسي الشريف والحرم الإبراهيمي. وحسن بعرف أنه برضه فترة فترات أصابه صار كفيف لسبب ما. واللي سمعت عنه أنه كان فعلا حد الذكاء، يعني مجرد سمع اسم شيء معين سمعه يستطيع يحدده مباشرة. حسب ما قرأت عنه مرة كان يطلع من هون على الخليل رايح جاي لحاله ماشي، فعشان هيك بسموه بصير، لأنه البصير اللي بيشوف بعقله وبقلبه مش بعينيه. الرباط علاء الدين بالأساس يعني بعتبره أنه يمكن لا يتناغم مع بناء المملوك بشكل عام، لأنه هذا كان في بداية كانت بداياته. لأنه بناء المملوك بالعادة يتميز باللون بسموه الأبلق اللي هو الدمج بين اللون الأبيض والأحمر، لكن الرباط علاء الدين ما بتشوفش الإشي هذا. ليش؟ لأنه كان في البداية، لكن بعد كله تغير. في المدخل عبارة عن ثلاث أقسام، هو في المدخل عبارة عن قوس قنطرة موجودة، بعدين بعد القوس بيجي دركة مساحة صغيرة، على يمين بكون هناك في باب أو بدخل إلى غرفة للحارس، بعدها بيجيك بوابة أخرى تدخل على ساحة سماوية مكشوفة. هيك مكونات بالأساس. الساحة السماوية المكشوفة عبارة بتكون عن مربع أو مستطيل، وهناك في بسمها خلوة، فكان كل خلوة يقعد فيها شخص بزيارته بيروح فيها. وهلا احنا كأفارقة ساكنين في هذه الأماكن الموجودة فيها هون. فالرباط بالأساس الرباط كان هو لإيواء الزوار الأقصى والأماكن المقدسة بشكل أساسي، وخاصة الفقراء والمساكين. فإذا كان الإنسان وضعه كويس بيقدر يجي ويعيش ويأكل ويشرب، لكن الإنسان فقير يمكن يقدر يعيش هون. فالرباط بالأساس لإسكان الناس المحتاجين اللي حابين يزوروا الأماكن المقدسة هون، كان يقعدوا هون مجاناً. الرباط المنصور نفس الشيء. الرباط المنصوري بأمر منصور قلاوون. المنصور قلاوون زي ما تعرف هو يمكن آخر من قضى على آخر معاقل الصليبيين في عكا بالأساس، بعدها تحرر فلسطين كاملة من النظام. الرباط المملوك نفس الشيء، بتلاقي لك إذا دخل بتشوف برضه قبة قوس موجود، وفي على يسار الداخل بعدك إلى الساحة اللي إحنا موجودين فيها هون قاعة، وبعدين جوا في دركة برضه بتأديك إلى ساحة مكشوفة جوا، وعلى حواليها بكون هناك برضه الغرف موجودة أو الخلاوة بنسميها خلوة، اللي حاليا فيها كل خلوة ساكن فيها عائلة أفريقية موجودة اليوم. أفارقة الحياة في الرباطين موجود الأفارقة، لكن بعينيش إنه فيش أفارقة خارج الرباطين هدول. يعني في البلد القديم رحت على باب الحديد برضو في قسم من أفارقة عايشين باب الحديد. في ناس قاسين خارج السور أسوار القدس، إذا رحت على الحينة رحت على ريحة رحت على تركرم رحت على الجيب بتلاقي برضو أفارقة موجودة هناك. يعني الأفارقة مش محصين فقط في الرباطين هدول، جذورهم ترجع إلى أربع دول إفريقية اللي هم تشاد نيجيريا والسنغال والسودان. هلا سبب وجودهم هون سببين رئيسيين. السبب الأول هو سبب ديني،
كلهم حجاج راحوا إلى مكة والمدينة وأجوهن بسموها الحجة المقدسية. فوجد حاله في القدس هو أمام أولى القبلتين مثل الحرمين، فشو رحنا سوا في أفريقيا هناك، ففضل الاستمرار بقوهن. قسم آخر أجا كانوا مجاهدين، وقسم منهم كانت جنود في الجيش البريطاني. لما أجوا هون شافوا أنهم بيقاتلوا العرب المسلمين فقالوا شو بنسوي إحنا دول أخوتنا، فتركوا الجيش البريطاني وانضموا إلى فلسطين وهكذا عاشوا هون، هكذا استقروا.